الزمان والدنيا واللي بتعمله. جورج والصوف يخضع لعمليات جراحية، سوزان نجم الدين تصاب بهذا المرض، وابنة شيرين عبد الوهاب تفضحها. كشفت معلومات خاصة لموقع الفن أن الفنان جورج وصوف خضع لعملية زرع أسنان في بيروت تحت إشراف أشهر الأطباء في هذا المجال، وأفادت المعلومات أن الجراحة المشار إليها والزرع تم لفترة دامت لأكثر من 15 يوماً، وأطالت بعض الأسنان والأضراس التي يمكن أن يفقدها الإنسان مع تقدمه بالسن. من جهة أخرى، كشفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن إصابتها بفيروس كورونا، وقالت في منشور على حسابها عبر موقع إنستغرام إن العام الجاري ختم معها بالإصابة بالفيروس عقب خضوعها للفحص الذي أكد ذلك، وأضافت الحمد لله ختمنا هالسنة بكورونا ورح نفتتحها بكورونا وكل شيء من عند الله يا محلاه، دعواتكم حبايبي. ما بعرف، قال لي إنه بيحبني وممكن نبدأ من جديد. وتوجهت سوزان نجم الدين إلى المتابعين برسالة دعتهم من خلالها بأن يكونوا حذرين من هذا الفيروس، فكتبت كونوا حذرين لأنه انتشاره صار سريع جدا، الله يحميكم ويبعد عنكم أي سوء وأي مرض وتضلوا بخير بإذن الله تعالى. على صعيد آخر، لا تزال قضية طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تتفاعل بين الجمهور وفي الوسط الفني، إذ تحل شيرين ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة CMC في حلقة رأس السنة في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب. هشيلك برا حساباتي وما سموح. كما تضم الحلقة الكثير من المفاجآت، إذ يظهر معها ابنتيها مريم وهنا ويتحدثان عن أسرار وكواليس حياتهن في المنزل. بعدك ما ارتحتش يوم ونسيت وخاصمت. وطرحت قناة DMC برومو حلقة شيرين عبد الوهاب، وتظهر في البرومو شيرين عبد الوهاب برفقة ابنتها، حيث كشفت ابنة شيرين عبد الوهاب عن تصرف والدتها عندما تصاب بضيق قائلة لما بتكون متضايقة بتنام أو بتعيط. حب جنن عشت فيها قرب فرحة حلمت بيها دلي بي. أما عن سبب حلاقة شعرها فأوضحت شيرين عبد الوهاب أنه لم يكن أمامها غير ذلك، وقالت أنا عملت كده لأني ما كنتش حلوة في عينيا، عملت كده علشان هو ما يشوفنيش حلوة، والفرق بين حلاقة الشعر والطلاق يوم واحد، حلقت شعري قبل يوم واحد من الطلاق ودي مش أول مرة أقص شعري.